الاعتبار والأكفأ ويكون مكان الأسباني روبرتو مارتينيز الفترة الجاية، واللي قدم استقالته بعد خروج المنتخب من دور المجموعات في بطولة كأس العالم في قطر علشان ينهي مسيرته اللي امتدت لست سنين واربع شهور مع الفريق. وبكده تكون خلصت أخبارنا، تعالوا نروح بقى دلوقتي للجزء الثاني من فقرتنا تعليق في صورة. الصورة اللي معانا النهاردة هي صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو بيودع سنة 2022 مع زوجته أنتونيلا وعائلته الصغيرة، وكتب رسالة مؤثرة جدا قال فيها: سنة خلصت ومش هقدر أنساها أبدا، الحلم اللي كنت بحاول دايما تحقيقه وتحقق في النهاية، وده ما كانش هيبقى ليه قيمة لولا احتفالي بتحقيق حلمي مع أسرتي وأصدقائي اللي بيدعموني وبيساندوني في كل مرة بفشل فيها. وبيوجه رسالة للجمهور أنه كان من الرائع أنه يكون قادر على مشاركة مشواره وطريقه كله معاهم، وانه كان من المستحيل انه يوصل لاي حاجه لولا تشجيعهم كبير ليه من كل بلدان العالم. بالظبط، يعني بالنسبه لميسي سنه 2022 تعتبر سنه فعلا عمرها ما هتتنسي، هتفضل في تاريخه وذكرياته اللي يحكي يتحكى بيها طول عمره. السنه اللي حقق فيها حلمه، خد كاس العالم وخد لقب احسن لاعب في البطوله. وعايز اعلق برضو هند على التواضع، يعني بجد التواضع اللي هو فيه ده، التواضع ده سر نجاح اي حد. بس التواضع اللي بيتكلم بيه ميسي في رسالته مع جمهوره، مع ان الكل عارف طبعا انه احسن لاعب جه في كره القدم واعظم لعيب لمس الكوره، لكن بيتعامل وكانه لعيب عادي، الجمهور هو اللي عمله وبيسنده وقت فشله وتراجع مستواه. فالعقليه دي هنا بصراحه الواحد بيقف قدامها كده ويحس ان هو يا جماعه لازم نقتدي. ويخلينا كمان عايزين نقول له: يا عم انت ميسي، يعني انت اللي ببساطه كده قفلت اللعبه، فربنا يوفقه والكل يقتدي بهذا التواضع وهذه الاخلاق. بالظبط كده. واحنا كمان على فكره يعني قفلنا فقرتنا الاولى، تعالوا نطلع بقى الفصل صغير ونرجع نشوف نورتنا النهارده عن ايه. استنوني.